بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اختيار أول رائدي فضاء إماراتيين هما هزاع علي عبدان المنصوري وسلطان سيف مفتاح النيادي، وذلك بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس. وتم اختيار الشابين من بين 4000 شاب وشابة إماراتيين تقدموا للاختبارات ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء الهادف إلى تأهيل وإرسال رواد فضاء إماراتيين إلى الفضاء الخارجي لتنفيذ مهام علمية. وسينطلق أحد الرائدين إلى الفضاء في إبريل القادم كأول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء في مهمة مدتها 10 أيام ضمن بعثة فضاء روسية إلى محطة الفضاء الدولية، وسيكون رائد الفضاء الثاني احتياطيا له.